انا جيت ولفيت الموسكي كلها، خدتها لفه كده حلوه وطلعت لكم بقى بالخلاصه. قلت لازم اعرفكم عشان ما تجوش تدوخوا الدوخه اللي انا دوختها. المكان زحمه جدا اكيد كلكم عارفين، ودوشه ومش بنعرف نختار، حتى لو في حاجه انا مش عارفه تختاريها. فانا جايبه لكم بقى معرض اسمه سلسبيل، في كل حاجة لجهاز العروسة، أدوات المنزلية كلها في مكان واحد. مكان لطيف جدا، واسع زي ما انتوا شايفين، دورين في كل حاجة محتاجاها، والأسعار بتاعته خطيرة. فالنهاردة حبيت النهاردة أعرفكم على معرض سلسبيل. خليني برضو أقول لكم العنوان عشان يبقى سهل عليكم ان انتوا تيجوا. هو في المسكي، شارع درب السعادة، أول يمين من بعد بنك مصر، تالت محل على ايدك اليمين. ولو تهتي هتلاقي في رقم تليفون، كلميهم وهم هيطلعوا ياخدوكي من مكانك ويجيبوكي لحد هنا. ولو جايه من الاتجاه المعاكس من عند رجب العطار هيبقى اول شمال من بعد الهلال والنجمه. تعالوا بقى اوريكم دلوقتي تشكيله كريستال، حلوه قوي. البنات بقى اللي بتحب الحاجات دي ونحطها في النيش. الحلو بقى ان انا شايفه موديلات جديده، يعني مش تقليديه، كريستال بوهيمي، حلو قوي. بصوا كمان الطقم ده لفتني حاجه، ان هو فيه كوبايات غير الكاسات، يعني فيه 6 كوبايات من دول وفي كمان 6 كاسات، تحفه. شكلهم جديد ومش تقليدي. بصوا بقى اطقم الشاي، تحفه، كيوت قوي، وحاجه كده شيك مع الطقم الكوبايات برضو. بصراحه الحاجه تجنن. بصوا بقى حلوين، في قسم كامل كريستال عليه اوفر، يعني حتى كاتبين طقم كاسات 6 قطع 220 بدل 260. فتعالوا بقى نشوف ايه الانواع، يعني في حاجات لطيفه قوي. ده نوع ايه يا سين؟ كريستال تركي. اوكي ده بكام؟ 190. حلوة قوي، الاشكال جديده مش هتشوفوها في حته، يعني لان هم اصلا المستوردين. حلوة قوي. ده بكام يا سين؟ ده 1150. يعني بعد العرض ب 850. الله، حلو قوي. بصوا بقى طقم الشربات المودرن ده لطيف جدا، بكام ده يا سين؟ طقم بالظبط، طقم كامل عائلة مع بعض. اوكي، 6 كاسات كبير، 6 كاسات كبير و6 قهوة. اه الله، معاهم قهوة كمان. اوكي حلو قوي ده، يعني ده طقم كله كامل، عصير ودي معاهم. تمام. اوكي، وده القهوه، حلو قوي. ده بكام بقى الطقم ده؟ 2850، بس حلو، يستاهل بصراحه. في مفاجاه بقى لطيفه، لقيت مجموعه كاسات كريستال وبوهيمي بتبتدي من 250 جنيه، حاجه كده يعني. بصوا ده مش هتتخيلوا، بصوا ده تحفه، حلو قوي، مودرن ب 250 جنيه، 6 كاسات. بصوا بقى الحلاوه دي، شيك جدا، الطقم ده ب 350 جنيه. أطقم الصيني بقى وحلاوتها، تشكيلة رهيبة، كل الأذواق، يعني أيا كان ذوقك إيه، حاجات مودرن حاجات تقليدية هتلاقي كل حاجة هنا. لفتني الطقم الكيوت ده، حاجات كده كيوت. ده ياسين نوع، يعني إيه نوع إيه؟ 125 في 4. أوكي، ماليزي، شيك جدا جدا، حلو قوي، كيوت جدا. طقم لينكس كده، ده اللي هو كله محطوط هنا؟ لا، في بقيته، لسه في بقيته. اوكي، يعني بص الطقم ميكس ازاي، درجتين مع بعض. اوكي، ده ماليزي. ده بكام يا سين؟ ده ان شاء الله عامل 11150 قبل الخصم يا جماعه. اوكي، احنا عاملين عرض جميل جدا جدا. اوكي، ان شاء الله الطقم ده في العرض بيصفي معانا 8450. الله، 8450، تحفه. العرض طبعا غير الهدايا والمفاجآت اللي احنا عاملينها ان شاء الله. هو كامل متكامل، يعني هو مش محتاج انت هتجيبيه كده كله على بعضه، تحفه، حلو قوي. اوكي، ده ماليزي كله برده؟ كله ماليزي. اوكي، حلو قوي برده. نفس السعر ولا كل حاجه ليها سعرها؟ نفس السعر برده. 8450 في العرض. 8450 بدل 11450. حلو قوي. البنات بقى اللي بتحب الحاجات الهاديه الرايقه، بصوا الطقم ده سيمبل قوي، مفيهوش حاجه بس شياكه بصراحه. تعالوا بقى، لقيت اطقم صيني ب 3200، طقم كامل. بصوا شيك قوي، لطيف، بصوا السكريه بتاعته تجنن. حلوه قوي، شيك، هاديه، اعتقد يعني ذوقها يناسب مع بنات كتير. الطقم ب 3200، حتى اللي فوق ده برده ب 3200، تحفه.
تشكيله بقى الشوك والمعالق والسكاكين بصراحه كلهم احلى من بعض. ده تركي كركماز. اوكي ايش ياك دي حلوه قوي. مش بس دول، في تشكيله كبيره من المعالق قرش الماني بتبتدي من 1800. تشكيله بقى من اطقم العشاء خطيره. انا حبيت القسم ده قوي عشان كلها حاجات مودرن، وانا بحب المودرن اكتر من حاجات الكلاسيك. الطقم 30 قطعه، من كل قطعه في 6. كل بقى الحاجات الحلوه دي بكام جوه العرض؟ 1150. بدل من كام ياسين؟ 1450. يا جماعه العروض تحفه بجد. اطقم الجيلي بقى خطيره حلوه قوي. بصوا ده عاجبني قوي. بكام بقى الطقم القمر ده؟ 620. اطقم الجيلي دي برده حلوه قوي، في منها اشكال 620. احلى حاجه عجبتني في المكان هنا ان تقريبا معظم الحاجه عليها التسعيره بتاعتها، فبدل ما كل شويه تقعدي تسالي وتنادي، لا انت عيشي بقى مع نفسك تطلقي كل حاجه عليها السعر بتاعها. بكام بقى؟ 575. 3 قطع تحفه. الاسود بتاعها خطير. بصوا عامل ازاي، الحاجات شيك قوي بصراحه. عايزه اقول لكم معلومه ان الحاجات دي بتدخل الفرن، ده حراري لان هو مستورد. الشيلات دي بقى كلها بورسلين حلوه قوي برده، زي ما انتم شايفين في منها تشكيله، وفي العرض ب 320. في بقى زي ما انتم شايفين تشكيله كده رائعه من الحاجات الجاليري زي المكسرات، حاجات البوتيفور، البومبونيرا. بصراحه الحاجات حلوه قوي. يعني مثلا بصوا دي، حط فيها مثلا بسكوت 3 ادوار حلوه قوي. دي سعرها 525 عليه 5%، حلوه قوي. بصوا بقى البومبونيرا القمر دي حلوه قوي. بكام دي ياسين؟ مكتوب 460 بعد الفصل. صواني سيلفر خطيره حلوه قوي، سعرها تقريبا 700 750، وكانت ب 1150 وهما قطعتين. طقم توابل بقى كلهم بصراحه احلى من بعض. انا بحب الحاجات دي، يعني انا ده ذوقي بالنسبه لي. مثلا الحاجات الرايقه دي حلوه قوي، واللطيف ان هم عندهم تشكيله كبيره، يعني انت زي ما بقول لك هتلاقي ذوقك. بصي الحاجات دي. بصوا بقى الشياكه في اطقم الشوربه اللي بصراحه عجبوني قوي. في 3 حاجات عجبوني. ده اول واحد حلو قوي، طقم بورسلين حراري، يعني ممكن تاخدي السلطانيه كده وتحطيها على النار وتطبخي فيها اصلا، يعني تعملي فيها الشوربه، حلوه قوي قوي. دول مثلا 750 حلوين قوي، وفي كذا لون. تشكيله كبيره جدا من اطقم الاركو بايركس ب 830 بدل من 950. تشكيله برده لطيفه جدا من اطقم الشاي، يعني مثلا الطقم ده مودرن كده ولطيف حلو ب 999 بدل 1350. كمان التشكيله دي حلوه قوي. الحلو ان في موديلات مختلفه والوان كمان مختلفه. بصوا بقى الحلاوه دي، ده انا هاخده جدا، يعني طقم قهوه عربي. بصوا الايد بتاعته عامله ازاي، جديده قوي. عندنا بقى مجموعه من اطقم السكاكين بصراحه حلوه قوي. بكام بقى؟ 330. اي مجموعه من دي 330، حلوه قوي. كمان اطقم التوزيع كلها سيليكون اللي مش بتجرح الحلل، وطبعا انتوا عارفين دي نقطه مهمه جدا. ب 420. حلاوه بقى اطباق الفاكهه، حاجات الجاليري حلوه قوي. اطقم الحلل بقى تشكيله كبيره جدا، وكل حاجه عليها سعرها، ودي حاجه بتميزهم. بصوا برضو عشان تشوفوه اهو، هو ده الطقم 10 قطع تيفال تركي ب 1425 بدل 1950. جماعه الحاجه يعني هي تقيله، هي مش باينه طبعا، بس السمك بتاع الحله محترم كده. تشكيله كبيره من التوابل بموديلات مختلفه، يعني بصوا مثلا ده، بصوا بيتفتح كده، ده ب 650. معرض سلسبيل ما اكتفاش بس بالاسعار والعروض التحفه اللي هو عاملها، لا ده عامل لكم بقى هدايا خطيره. الفاتوره اللي هتبقى ب 50000 عليها شاشه هديه، اوكي، ال ب 40 عليها المكنسه اللطيفه دي، اللي ب 30 عليها الفرن، وكمان اللي فاتورتها هتبقى 20000 او 10000 هتاخد هديه برده منشر او ترابيزه مكوى. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا النهارده بالعروض والحاجات اللطيفه والحلوه اللي كلنا كبنات طبعا بنحب نختارها كده بعنايه، وكل واحده بذوقها.
فانا عن نفسي هروح بقى انطلق. انا كده عملت اللي عليا وعرفتكم بمعرض سلسبيل، لازم تيجوا وتستفيدوا بالعروض، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده.